غانم هلا. الناس تشكك في صداقتك مع بندر مسروق. اي يقول الرجال كبير في السن. اي وانت صغير في السن، كم عمرك يوم؟ عمري 18 يوم خويته. يوم خويته؟ عمري 18 وحول 38. 38 سنة؟ اي كبير. كم سنة خويته؟ 5 سنين. 5 سنوات. من 69 ميلادي إلى 73 ميلادي. هو راح للامارات وانا رحت للعراق. ابيض وجه، هذا توضيح للتوضيح. الله يبارك. الله كثير انا سمعت الكلام هذا. والله يقولون الكلام هذا لكن انت صادق. ما يهمني. صدقت صدقت، الله يبيض وجهك على كل هذا. وبندر مسروق الله يرحمه ويغفر له. الله يسلم الجنة. يرضى. ارحب ارحب وغالي. نبغى قصيدة اللي طلبها منك ابو عايض. قصيدة بندر. بندر مسرور، نعم. يقول بغيت اشتكي لامر شكوى الجماعة عيب. لقيت العرب شكاي ربعي يسبونه. علي نديبي فوق من ينطح التهريب لعدميه قام يلعب دركسونه. دركسونه. ابعد عن الشرطه وفارق جنود الذيب الدار اللي بيدنا الونيتات من دونه. من دونه. وحن قلبي حن فرتن بعد توظيف تحت خارجي المطفى نار غليونه بعد سرحته من باب سمبل سمبل بالعراق. اي. سمبل وتمبل، وحده تركيه وحده عراقية. بعد سرحته من باب سمبل قفاليب ولو وقف المعاون عند خشمه بجالونه عن اللي اليمنه فلج عن زرار الجيب تقمص خص سليمان للي يريدون. يريدون؟ باجلها بيتين والله الناس يجون. شكات رموش انا قال اشوف ما تكلمت، قلت له توكل على الله معطري ذا الخطر يذيب الارزاق بالدنيا والعمار مرهونه. مرهون. ترى الوقت هذا شيء به مختن ومصيب ولا كل من يركض جمع مال بحفونه. واللي تقول انه بلج عن زرار الجيب بغيته ولكن رمحكم طاح من دونه بقلع كل ديرتنا اهلا ما تعرف التعريب الا شافهم العربي هلا ما يحبونه. ابقلع على الاكرام. هذه السالفه وهذه القصيده. تسلم تسلم تسلم.